في بلدنا الحلوة في توشكا الخير. توشكا الخير تبدأ حصاد الذهب الأصفر. فجر اليوم تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي منطقة توشكا بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، وشهد سيادته بدء موسم حصاد القمح، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل في إطار نهضة تنموية شاملة. وعلى هامش تفقده منطقة توشكا، عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء موسعا مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين. شهد اللقاء حوارا مفتوحا استمع فيه السيد الرئيس إلى الاستفسارات والشواغل بشأن أهم القضايا الداخلية والخارجية التي تهم الرأي العام في إطار عدة محاور رئيسية، في مقدمتها التداعيات الاقتصادية اللازمة للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر وانعكاساتها على زيادة الأسعار. وتطرق اللقاء أيضا إلى استراتيجية الدولة للتعامل مع تلك التداعيات، فضلا عن التحديات الداخلية الأخرى مثل جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والحفاظ على الهوية الوطنية وكيفية التناول الإعلامي والدرامي في هذا الإطار. كما تطرق الحوار أيضا إلى القضية السكانية وأبعادها المختلفة وتأثيرها السلبي على مسيرة التنمية، وكذلك استراتيجية الدولة للإصلاح الاقتصادي، فضلا عن تناول عدد من المشروعات القومية الكبرى خاصة مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري. الحوار المفتوح كان في غاية الأهمية على هامش تفقد الرئيس كمان لتوشكا الخير التي بدأ اليوم موسم حصاد الذهب الأصفر القمح، وده ليه مؤشرات الحقيقة هامة جدا على المستوى الاقتصادي. وزي ما أنتم شايفين في الصورة تفقد السيد الرئيس لتوشكا الخير. خلينا يعني مزيد من التفاصيل مع دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا أستاذ شفلي. يعني عايزين نتكلم مع حضرتك على توشكا الخير وعلى يعني استباق الدولة المصرية بأنها يعني يكون هناك أيضا يعني هذا الزراعة للقمح وحصاد القمح، فكلمنا عنه. يعني الأول اسمح لي أشكر حضرتك، والحقيقة اهتمام الدولة المصرية كبير جدا بقطاع الزراعة. قطاع الزراعة قطاع حيوي وقطاع مؤثر وقطاع تشابكي بيؤثر في كل القطاعات التنموية في داخل الدولة المصرية. وفي حد ذاته بيساهم جزء كبير جدا من الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، ولكن هو أيضا مادة خام للعديد من المشروعات والصناعات القائمة عليه. الدولة المصرية مش بتنظر لقطاع الزراعة الأهمية أو بنظرة هامة ونظرة قوية نتيجة أهميته الاقتصادية فقط، ولكن قطاع الزراعة بيؤثر في المجتمع، لأن تقريبا 50% من المجتمع بيؤثر وبيتأثر في قطاع الزراعة بشكل مباشر أو غير مباشر. ويمكن شفنا مبادرة حياة كريمة اللي حضرتك بتشكريها دلوقتي، يعني هدفها وتنمية سكان المناطق الريفية، وقطاع الزراعة هو مصدر دخل لهذه الفئة، وبالتالي احنا الدولة حريصة على تطوير هذا القطاع إضافة لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي، والقمح تحديدا احنا بنتكلم على لقمة العيش للمواطن المصري. صحيح. علشان كده جهود كبيرة بذلت من الدولة المصرية في قطاع الزراعة ككل، وفي ملف القمح تحديدا يعني كنا بنكثف الجهود وبنضاعف الجهود، ويمكن شفنا نتائج هذه الجهود في الازمات الاخيره اللي مر بها العالم، الا ان احنا الحمد لله قادرين نلبي احتياجات المواطن، قادرين نحدث طفرات تقنيه وطفرات انتاجيه كبيره، مش بس في عمليه الانتاج والزراعه انما حتى في سلسله الامداد. طب خليني اسال حضرتك. تمام يا دكتور، عايز اسال حضرتك كمان، ويمكن الصوره الان بتنقل تفقد السيد الرئيس لحصاد القمح في توشكا، ويمكن السيد الرئيس يعني كان حريص جدا منذ البدايه على الاهتمام بزراعه القمح. القمح زي ما حضرتك قلت في كلمه هو لقمه العيش للمصريين. كلمني عن مستقبل هذه الزراعه، يعني تطويرها. انا عارفه ان كمان في عمل كان كبير جدا ومشروع كبير خاص بتخزين القمح وصوامع القمح ايضا. طبعا يعني احنا بنتكلم في ملف القمح، احنا كنا بنشتغل على محورين كبار، وقطاعات الزراعه عموما كنا بنشتغل في نفس المحورين. القطاع الاول ان احنا بنزود المساحات المنتجه في مصر، بنزود الارض المزروعه بالقمح. الكلام ده كان بيحصل من خلال كذا محور. المحور الاول ان احنا بنعمل مشروعات لاصلاح مزيد من الاراضي او ندخل اراضي جديده تكون اراضي منتجه في الدوله المصريه. وطبعا لو بنتكلم على هذا البعد
هنلاقي مشروع توشكا هو احد هذه المشروعات اللي يمكن كان اهمل فتره كبيره من عمر الوطن، الا انه عاد وبقوه نتيجه اهتمام الدوله المصريه بمشروعات الزراعه وزياده المساحات المزرعه. ولو حسبنا هنلاقي زي توشكا في الوجه البحري هنلاقي مشروع دلتا جديده، في سيناء هنلاقي مشروع تنميه سيناء، في مناطق صعيد مصر وعلى طول الخط الموازي لوادي النيل هنلاقي مشروعات الريف المصري الجديد. فالحقيقه كل دي مشروعات كان هدفها زياده المساحه المنتجه. كمان في بعد تاني كان زياده انتاجيه الارض نفسها، الارض اللي احنا بنزرعها وبنطلع منها قمح كنا عايزين نزود انتاجها. وعلشان نحفز المزارعين على ان هم يزودوا انتاجهم من القمح وان هم يزودوا المساحات المنزرعه بالقمح، كنا الدوله كانت دايما حريصه على وضع تسعير وتطبيق نظام زراعه تعاقديه في ملف القمح، وان احنا كمان بنعمل اسعار تحفيزيه. يعني هذا الموسم طبعا احنا في بدايه الموسم قبل ما الفلاح يزرع ارضه كنا حاطين سعر تحفيزي للقمح بتقريبا زياده، وخلاف كده كمان ان كان في سعر تحفيزي او حافز اضافي وجه به السيد الرئيس لتشجيع المزارعين على توريد القمح للدوله وللصوامع المصريه. والحقيقه هذه الجهود وهذه المشروعات اللي نفذتها الدوله المصريه لخدمه زراعه القمح اثرت ان احنا الحمد لله زرعنا السنه دي ما يقرب من 3.7 مليون فدان. احنا تقريبا بنتكلم في 3.65% مليون فدان من القمح، وده متوقع ان هو يدينا انتاجيه ان شاء الله ما تقلش عن 10 مليون طن من القمح. وده الحقيقه انتاج مميز جدا، وهذه المشروعات اللي نفذتها الدوله المصريه خلال فتره من 2014 هي اللي خلتنا نشعر بهذا التطور وهذا الانتاج وهذا. طيب جميل، يعني طبعا كل حضرتك بتقوله ده جميل، بانه احنا يبقى عندنا كمان المخزون بتاعنا ويبقى عندنا زي ما بنقول ايه قوت عيشنا، يعني يبقى موجود عندنا. حضرتك كمان خلينا برضو نلقي كده يعني نظره على الازمه العالميه الخاصه ايضا بالازمه الروسيه الاوكرانيه تحديدا بالنسبه للقمح. يعني شفنا مثلا دول زي فرنسا رفعت الاسعار كتير جدا لانه كمان مخزون القمح عندها، لانها بتستورد قمح علشان العيش والحاجات بنفس المشاكل، وكان عندهم مشاكل حقيقه في زيادة أسعار كبيرة جدا بسبب القمح. خلينا برضو إحنا نقول إحنا دلوقتي أعتقد أنه يعني هذه الزراعة اللي إحنا شايفينها وهذا الحصاد ربما يعني يحمي مصر بعض الشيء من هذه الأزمة العالمية بشكل عام. طبعا الحقيقة ده هيكون مهم جدا لتأمين احتياجات الدولة المصرية من القمح، لأن إحنا لما بنتكلم على ملف القمح إحنا كنا طاقتنا التخزينية يا أستاذ شفكي كانت قبل 2014 كنا عندنا شحن حاجة مخزن في حتة اسمها الشحن الترابية. الشحن الترابية دي كان إجمالي ما يمكن لمصر إنها تخزنه من القمح كان 1.5 مليون طن، وده رقم الحقيقة كان رقم بيبقى ضعيف جدا قصاد الاحتياجات المصرية من القمح. دلوقتي النهارده لما احنا انشانا الصوامع الجديده ومنظومه الصوامع الذكيه اللي انشاتها الدوله المصريه واستثمرت فيها مليارات الحقيقه مئات الملايين من الجنيهات، بدانا نشوف ان طاقتنا التخزينيه وصلت النهارده لان احنا بنستهدف تخزين 5 أو 6 مليون طن من القمح من اللي يتم تجميعهم من المزارعين ويتم وضعهم كمخزون استراتيجي للدوله المصريه، كمان بنقلل من حجم الهدر اللي كان ممكن يحصل في هذا الملف، فده في حد ذاته يدي انطباع ان الدوله المصريه قادره على تلبيه احتياجاتها. والنهارده يعني بعد تطوير الزراعه وتطوير القدره التخزينيه للقمح نقدر نقول ان كميات القمح اللي هنوردها تقدر تكفينا لفتره كبيره من الزمن، يمكن نتجاوز يعني العام الحالي واحنا عندنا ما يكفي احتياجاتنا من القمح. طب خلينا يعني نقف بالترتيب عند هذه النقطه لانها نقطه هامه، يعني الصوره كمان بتبين قد ايه مزارع القمح حتى جميله، هو الذهب الاصفر زي ما بنقول، الذهب الاصفر بقى اللي موجود في التوشكا والزراعات القمح اللي موجوده والتخزين اللي بقى موجود، بقى فيه استراتيجية ومنظومة كبيرة بالنسبة لتخزين القمح لأنها مهمة جدا. المهمة مش زي بس إن احنا نزرع ونحصد، ولكن تخزين القمح علشان يبقى استعماله طول الوقت صالح وفي الطازجة اللي احنا بنحتاجها. خليني حضرتك قلت إن ده يعني يكفينا لمدة عام، هل بقى تطوير الزراعة وكده ممكن تخلينا نقدر يعني يبقى عندنا خلاص ما نحتاجه إلى حد كبير من القمح؟
يعني خليني اقول لحضرتك، احنا طبعا تلبيه احتياجات المواطن المصري دي اولويه اولى، وان احنا نصل الى اقصى قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي ده من اولويات الدوله المصريه ومن اولويات وزاره الزراعه. والحقيقه احنا بنشتغل على هذا الملف بكل ما اوتينا من قوه من خلال عديد من المشروعات زي توفير التقاوي واستنباط تقاوي جديده وتحديث نظم الزراعه وزياده مساحات المزارع، كل دي جهود احنا بنعملها. ولكن احنا فكره الوصول الى الاكتفاء الذاتي الكامل من القمح ومرتبط ايضا باستهلاك المواطن المصري. فيعني هو له بعدين الموضوع، بعد انتاجي وبعد استهلاكي، والبعد الاستهلاكي ايضا مرتبط بفكره الزياده السكانيه وحجم الزياده السكانيه. طبعا مع المشروعات الموجوده اكيد ومع الجهود المبذوله اكيد هنصل لجزء كبير جدا من الاكتفاء الذاتي، وان شاء الله يكون نتائج مبشره جدا. حجم المشروعات اللي موجوده النهارده على الارض اكتر من يعني تقريبا 5 مليون فدان بيتم العمل على استصلاحهم في الوقت الحالي، واحنا بنتكلم مع بعض ده يعني يدينا مؤشر ان خلال المستقبل القريب هيكون في مساحات جديده من الاراضي بتنتج. ايضا المشروعات الخاصه بتطوير الانتاجيه، شفنا وزير الزراعه بيكرم فلاحين كانوا قدروا يوصلوا بالانتاجيه ل 25 اردب وال 30 اردب بالفدان، واصبح المتوسط العام ما يقترب من 20 اردب بالفدان، في حين ان كان من 10 سنين مثلا كان الانتاج اقل من او 10 اردب بالفدان. فده يعني وهنا انا عايز اسال حضرتك يعني عند النقطه دي، اسمح لي دكتور محمد، عايز اسال حضرتك على يعني قدره الفلاح المصري طول الوقت، لانه عنده من الكياسه والخبره. يعني الفلاح المصري يعني فلاح ذكي زي ما بيقول، يعرف يتعامل مع الارض الزراعيه طول الوقت ويعرف يحميها. واعتقد ان الدوله كمان بتقدم حوافز وبتساعده كمان بشكل كبير جدا عشان تكون زي ما نقول الزرعه تبقى زرعه فيها صحه للنبات وفيها صحه كمان للقمح. هل هنا بقى كمان بيبقى في لقاءات بقى بالفلاحين ودعمهم بمواد كثيره جدا، لانه ما دام في فلاح بيقدر يطلع كميه اكبر من فلاح تاني، يبقى اذا كل يعني نقدر ندعم كل الناس بشكل عشان يوصل الانتاجيه بشكل اكبر واعم افضل يعني. طبعا ده بيحدث. اولا احنا بيحدث عندنا احنا في حمله اسمها حمله قوميه للقمح، ودي بنطبق فيها مجموعه من المزارع الحقليه والحقول الارشاديه، وبنجمع المزارعين وبنقل لهم كل الابحاث العلميه الحديثه اللي تساعدهم على زياده انتاجيتهم، بنحولها لشكل تطبيقي على ارض الواقع وبنوريها لهم على ارض الواقع. كمان عندنا كل مديريات الزراعه وكل الجامعات الزراعيه بيبقى لهم توجيهات الحقيقه صارمه في التواصل المستمر مع الفلاحين ونقل كل التوصيات والارشادات لاخواتنا الفلاحين. كمان احنا بدانا نعمل محتوى درامي او شكل يعني زي ميديا يعني او شكل انتاجي، بحيث ان احنا نحط في الجمعيات لوحات ارشاديه او شاشات عرض ونبدا نعرض للفلاحين بعض المحتويات الخاصه بتطوير الزراعه. كمان احنا اطلقنا تطبيق المساعد الذكي للفلاح اللي هو اطلقنا عليه اسم هدهد، وهو ده نقل المعلومه للفلاح، وبنحاول ان احنا نستخدمه في نقل المعلومه وان هو يكون مساعد ذكي للفلاح يساعده، والفلاح يقدر يصور نباته ويحصل على المعلومه، يقدر يقدم سؤاله ويحصل على اجابه مباشره باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وبنعمل على تصويره، واول محصول حطيناه في هذا التطبيق هو محصول القمح، نظرا لاهميته والحرص الدوله على توفير كل ما لديها من معلومات و قدرات لاخواتنا الفلاحين لرفع قدراتهم الانتاجيه ولتعظيم انتاجيتهم. فكل دي حقيقه جهود احنا بنقوم بيها، هدفنا من ده تطوير منظومه الارشاد. ويمكن كان مع الوزير اجتمع اكثر من مره مع المسؤولين على الارشاد في الزراعه، بحيث ان احنا نطور من المحتوى الارشادي ونقدم معلومه حقيقيه تخدم الفلاح والمزارع المصري. وان شاء الله احنا مستمرين في جهود متتاليه لتطوير انتاجيه القمح. القمح زي ما قلت لحضرتك وزي ما حضرتك ذكرتي كده، ده محصول لا غنى عنه، محصول استراتيجي بالنسبه للدوله المصريه، المحصول الاستراتيجي الاول، والمشروعات فيه لن نتوقف عنها، لان ده بنمثل الامن القومي والامن الغذائي للمواطن المصري من خلال المحصول. اكيد دكتور محمد، انا شايفه والصوره لو حضرتك متابع معانا يعني كم الجرارات الزراعيه واللي هي بتقلب الارض زي ما بنقول، وشايفه الحداثه اللي موجود فيها، هل ده برضو تم توفيره خاصه ان تشكى مكان واسع وكبير ودرجه الحراره والشمس بتساعد كمان على انها يعني تقدم زرعه يعني بانتاجيه عاليه يعني؟ طبعا احنا بنحاول دايما ندخل نظم حديثه للزراعه. احنا عندنا منظومه اسمها منظومه الزراعه المساطر، بدانا نطورها وبدانا نحط المساطر اللي بتبدا تجهز الارض لنظام الزراعه المساطر ووفرناها بالكامل. كمان عندنا تطوير لنظام او قطاع الزراعه الاليه، والحقيقه قطاع الزراعه الاليه هو من القطاعات الجوهريه، لان هو بيخدم الفلاح والمزارع المصري وبيوفر له معدات
اللي يقدر من خلالها يطور عمليه الزراعه، وهذا القطاع هو من القطاعات المشاركه في تجهيز وحصاد محصول القمح هذا العام في توشكا، ووفرنا له كم معدات كبير جدا علشان يقدر يلبي احتياجات الفلاح والمزارع المصري والمشروعات القوميه المصريه كمان، علشان نقدر نزرع قمح بشكل علمي بشكل حديث وبشكل يطبق كل المعايير العلميه والابعاد العلميه الحديثه علشان نصل الى اقصى انتاج ممكن من وحده الارض أكيد. وحده المصر. اكيد دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا دكتور.